عشر أمور خطيرة اعتبرت طبيعية في الماضي. إن كنت تظن أن الناس يقومون الآن بأمور غير طبيعية، فلا بد أن تلقي نظرة على تاريخنا الحديث نسبياً، إذ أنك ستكتشف أن لأجدادنا أعمال أكثر غرابة. أقفاص للأطفال، ألعاب إشعاعية، كوكايين لمعالجة الرشح. الحمد لله، يصعب على الإنسان المعاصر تصديق كل ما فعله الناس منذ ما لا يزيد عن قرن واحد. كانت أعمالهم في الحقيقة شرعية. شاهد هذا الفيديو وحاول ألا تقع عن كرسيك لشدة الصدمة. اربط حزام الأمان إن شعرت بالحاجة. بانتظارك مجموعة من الأمور المخيفة التي سمح بها في الماضي. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. المعالجة بالكوكايين. أجل، صحيح ما سمعت. الكوكايين بمثابة دواء. منذ 100 عام لم يعتبر الكوكايين مادة خطيرة أو مؤذية، بل على العكس كان متوافراً في الصيدليات ويباع بسهولة دون وصفة طبية لمعالجة السعال وألم الأسنان. كان الكوكايين محبذاً أيضاً كمهدئ للأطفال ومعلناً عنه بشكل واسع، كما هي الحال مع أدوية أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن كوباً واحداً من الكوكاكولا كان في البداية يحوي على 9 ميلي جرام من الكوكايين. نتج عن إضافة الكوكايين إلى الكافيين إعطاء من يشربه طاقة عظيمة ونشاطا في مختلف وظائف الجسم. مشروب الطاقة الأول. في عام 1903 سحب الكوكايين رسميا من مكونات ذاك المشروب الشهير عالميا. إن أول مدمن كوكايين معلن عنه كان في الحقيقة ويليام هالستيد، الطبيب الذي استعمل هذه المادة كمخدر أثناء العمليات الجراحية، إلى أن بدأ يتعاطاها بشكل ترفيهي وأصبح المدمن الأول الذي يمارس الطب. إرسال الأطفال عبر البريد. يبدو الأمر مضحكاً، لكن في القرن 20 كان مسموحاً وقانونياً للأمريكيين أن يرسلوا أطفالهم عبر البريد. كانت كلفة تلك الخدمة 15 سنتاً تقريباً، إذ لم يتعدى وزن الطفل زنة طرد بريدي عادي. ربما أراد الوالدان المحبان لطفلهما توفير بعض المال عند إرسال أطفالهم لزيارة بعض الأقارب. كيف كانت تتم العملية؟ كان يعلق طابع بريدي مخصص للأطفال على ملابس الطفل، ويرافقهم ساعي البريد عبر القطار حتى المكان المقصود. ودون في إحدى الصحف أن سعر إرسال فتاة لزيارة جديها لا يتعدى 53 سنتاً. أقفاص خارجية للأطفال. في الثلاثينيات كانت تلك الأقفاص المصنوعة من الأسلاك شديدة الرواج لدى العائلات البريطانية، فبفضل هذا الإنشاء الخطير تثنى للأولاد تنشق الهواء بينما تقوم أمهاتهم بالأعمال المنزلية. أمر لا يصدق. اعتبرت تلك الأقفاص آمنة؟ كان أول ظهور لتلك الفكرة في كتاب دكتور لوثر إيموت هولت، العناية بالأطفال وتغذيتهم. لقد اقترح الفكرة أولاً كسبيل ليعرض الأطفال للهواء لتنقية دمهم وتجديده وتحسين صحتهم بشكل عام. بالطبع لم يقترح ذلك الطبيب استعمال مثل هذه الأقفاص، لكن العائلات التي تعيش في منزل من دون حديقة جربت هذا الابتكار. أمر عجيب غريب. ناسك الحديقة. غالباً ما يكون للأغنياء نزوات خارجة عن المألوف، غير أن الناس في الماضي عانوا كثيراً من بعض أفعال هؤلاء وهواجسهم. ففي القرن 18 كانت عادة امتلاك ناسك شخصي يعيش في حديقة المنزل رائجة جدا. كان ممنوع على الناسك غسل أظافره وشعره أو قصهم، غالبا ما ألبسه صاحب الأرض زي ترويدز. عاش الناسك في مغارة مصنوعة يدويا، وكان ممنوعا عليه مغادرة مسكنه حيث يتم الاعتناء به وتغذيته. تباهى مالكو الناسك أمام أصدقائهم بتلك التحف الحية، وقد كان الزوار أحياناً يتوجهون للناسك بأسئلة بحثاً عن بعض النصائح، إلا أن معظم الأحيان كان الناسك يلزم الصمت ويكتفي بلعب دور الديكور الحي. طرق علاج مشكوك في أمرها. منذ وقت ليس بالبعيد لم يكن للأطباء أي فكرة عن التطهير، وكانوا يلجؤون إلى طرق علاج غريبة. مارسوا فصد الدم كعلاج للأمراض كافة، وبتر اللسان لمعالجة اللعثمة، وجراحة فصل أو فص المخ، والعلاج بالصدمات الكهربائية. كانت العمليات خطيرة وغالباً مميتة، حتى عمليات الأطباء المشهورين مثل جراح العظام لويس ساير انتهت بنتائج مميتة. في القرن 19 كان العلاج بالعلقيات رائج جداً، فقد كانت تشحن براميل من هذه المخلوقات إلى جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انقراضها بشكل شبه تام. كانت زراعة العلقيات رائعة ومربحة بشكل عظيم.
عفوا، لكن يا لها من أعمال تثير الاشمئزاز حقا. استعملت العلقيات لنفس العلاجات التي كانت تتم بفصل الدم باستخدام مشرط، غير أن الفرق المفيد الوحيد هو حدوث النزيف تدريجيا. ألعاب إشعاعية. اعتبرت الإشعاعات في الخمسينات شيئا صحيا وغير مؤذن، فكانت ألعاب نووية مثل المختبر المصغر شائعة. احتوت مجموعة الاختبارات على بولونيوم، وهو عنصر مشع، ويورانيوم بكميات خفيفة. لم يصدمنا استعمال الإشعاعات في هذا الميدان وحده، إنما أيضا في طلاء يحتوي على الراديوم استعملته الفتيات الصغيرات عبر الولايات المتحدة الأمريكية لطلاء أرقام للساعة مضيئة في الظلام. وكنا يضعن فرشاة الطلاء في فمهن لترطيبها من أجل الحصول على مزيد من الدقة. لقد أثبتت الإحصاءات أنها كانت تستهلك بهذه الطريقة 10.5 أونصة، أي ما يعادل 300 جرام من الطلاء الإشعاعي. لا عجب أن تلك الفتيات وقعن ضحية مرض السرطان ومرض العظم المسمى فك الراديوم. على الرغم من ذلك، بقي الراديوم متداولا في الأسواق كمشروب طاقة صحية. وقع بطل لعبة الجولف المشهور إيفن بايرز ضحية ذاك المشروب، بكل بساطة راديوم مذوب في الماء بعد أن وصفه له طبيبه. فبعد أن تناول بايرز 1400 زجاجة سقط فكه وظهرت عدة ثقوب في جمجمته، وتوفي بعد 5 سنوات بعد أن بدأ العلاج. دفن في نعش مغطى بالرصاص لحماية زوار قبره من التعرض للإشعاعات. إن لم تعقد لسانك بعد هذه الأخبار، وإن لم تخسر فكك بعد، فما رأيك بمعجون أسنان إشعاعي؟ لقد كان يروج في الأسواق كأفضل وسيلة لتبييض الأسنان وقتل البكتيريا في الفم. وماذا عن مجموعة مستحضرات تجميل سميت ثوراديا؟ كانت تضم هذه المجموعة كريما للوجه وبودرة وصابونة، وتحتوي جميع أصنافها على مادتي الراديوم والثوريوم. كانت تلك الأصناف باهظة الثمن، إلا أنها ضربت الأسواق في باريس ومنها إلى مختلف أنحاء العالم. أليست المياه الإشعاعية كافية؟ اصنعها بنفسك، اشتري جهازا مشعا للراديوم. هكذا بدأت دعايات هذا المنتج في الثلاثينات على ما أظن. كان الجهاز مصنوعا من قاعدة من الإسمنت، وكان في داخله مادة الأورانيوم المفروض أن تنتقل إلى الماء بين ليلة وضحاها. إن جهل البشر أمر خطير وقاتل، أموافق أنت؟ نعم؟ اضغط إذن على زر الإعجاب. حديقة الحيوانات البشرية. كان الهدف من حدائق الحيوانات البشرية عرض بشر من آسيا وأفريقيا كإثبات لنظرية داروين أو ما يسمى بسيادة العرق الأبيض. ووجدت مثل هذه الحدائق في باريس ولندن وبرلين، وكانت الأسفار والرحلات الاستكشافية تشبع فضول الناس، فيتهافتون بالمئات والآلاف لزيارة حدائق الحيوانات البشرية، حيث أجبرت بلدات بأكملها وقبائل مختلفة بسكانها الحقيقيين على تنفيذ طقوس دينية ورقصات حرب. كلا، لست أمزح، دامت وسيلة الترفيه المخجلة هذه لعدة سنوات. رحلات ترفيهية إلى مستشفيات الأمراض العقلية. كان التعامل مع المرضى في مستشفيات الأمراض العقلية في الماضي سيئا للغاية. نادرا ما قدم لهم الموظفون الطعام، مع أن أقارب المريض كانوا يدفعون كلفة الإقامة. لم يكتفي أصحاب المأوى بذلك، بل أقاموا نوعا من التجارة المربحة جدا، وتكمن في السماح لزوار المأوى بأن يتمتعوا بالنظر إلى المرضى وحتى بنكزهم بالعصا مقابل المال. لم تكن وسيلة الترفيه هذه آمنة دائما، فصحيح أن معظم المرضى مسالمين، لكن وراء جدران المستشفى عدد لا بأس به من المختلين نفسيا أو السايكوباتيين. أما الخطر الآخر فكان أن يفرغ أحد المرضى القصرية الليلية على رأس الزوار. حسناً فعلوا. جمع أجزاء الجسم. في أيامنا هذه لا يقوم بجمع أجزاء الجسم البشري وعرضها كجوائز إلا المختل عقلياً، لكنها كانت في الماضي هواية عادية لا تثير الاشمئزاز مطلقاً. كان للرجال في المنزل غرفة مخصصة لشرائح من أجسام بشرية، حتى الجنود كانوا يعودون إلى أوطانهم بعد الحروب ومعهم جمجمة العدو. فخلال الحرب العالمية الثانية اعتاد البحارة الأمريكيين مثلاً الاحتفاظ بجماجم الجنود اليابانيين. التدخين في فترة الحمل بوصفة طبيب. المدخنون في أيامنا مقيدون بمختلف الطرق، لكن الأطباء منذ 70 سنة كانوا يصفون التدخين لمحاربة الإمساك. كان مسموحا مثلا للنساء التدخين داخل المستشفى مباشرة بعد الولادة. والأسوأ من ذلك هو أنه لم يكتف بالسماح للحوامل بالتدخين فحسب، بل طلب منهم ذلك بموجب وصفة طبية. اعتقد الأطباء أن التدخين يساعد الحوامل على التخلص من التوتر ويهدئ أعصابهن، فعملوا على إقناعهن أن سجائر فيليب موريس غير مؤذية للصحة، بل تساعد على الاسترخاء والتخلص من السعال وتطهير الحلق.
لعبت الإعلانات العديدة التي كان أبطالها من المشاهير دوراً في دعم تلك الفكرة. من المخيف تخيل حياتنا لو حافظ الأطباء على هذه النظريات. ما هي العادة القديمة التي صدمتك أكثر؟ شاركنا أفكارك في قسم التعليقات، أرسل هذا الفيديو لأصدقائك، ولا تنسى ضغط زر الإعجاب. إن وصل عدد الذين ضغطوا على زر الإعجاب إلى 50,000 فسوف نخبركم عن وسائل تربية الأطفال في الماضي. إلى اللقاء، دائماً في الجانب المشرق للحياة.